فأنت أهلا للشكر والتقدير، فوجب علينا تقديرك، فلك منا كل الثناء والتقدير. أخواتي المعلمات الكريمات، سبحانك اللهم، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولي، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. أنتن القادة وحبال المودة والأمانة في العمل، لكن منا كل الشكر والاحترام والتقدير على الجهد الذي بذلتموه طيلة العام الدراسي الماضي والأعوام السابقة للنهوض بالعملية التربوية، وحرصكن على وحدة التعليم والنظام التعليمي وتماسكه، فهذا حق عليكن. وعلينا أن نرتقي في الوفاء به دوما، ونحن كمؤسسة مجتمع محلي بلدية سردة وبوقش نتعهد بتقديم كل الاحتياجات التعليمية اللازمة والضرورية التي تنسجم مع متطلبات وتطلعات ورغبات العملية التعليمية، كما أننا سوف نعمل جاهدين على تسخير كل ما لدينا من إمكانيات للنهوض بالتعليم وكافة مجالات الحياة. وفي النهاية نعيد التأكيد على شكرنا وتقديرنا لمديرة المدرسة وللهيئة التدريسية ولإدارة مدرسة بنات أبو قش على حسن تعاملها مع المجتمع المحلي ومع الوحدة التعليمية ومع الطالبات طيلة العام الدراسي الماضي، باذلة مجهودا كبيرا وواضحا في ارتقاء العملية التعليمية، حيث كان في العام الماضي نتائج المدرسة أن حصلت المدرسة على الدرجة الثانية على مستوى محافظة رام الله والبيرة، والسنة حصلت على المرتبة الخامسة على مستوى الوطن. فهنيئا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقف أقزام الكلمات لتحمل ضخامة المعاني، فنحلق معا على ذلك الشاطئ البعيد ونرجف من ذلك النهر العنيد، عندما تكون الحروف تائهة على الشفاه فيعقد معها الكلام، ينبثق الشعر فيتغلل الدفء إلى الأعماق، يتسرب من ثقوب الأيام مزيج عطر الأمسيات الباقية، وتتفتح زهيرات الأمل وتطير الحروف حتى تنبلح في الفضاء، ونمنحكم ضوءا مشمسا أجمل من النهار، وننطلق ثوب موانئ الفرح، ونقدم أجمل معاني الوفاء والتقدير. والآن مع كلمة الأستاذ فؤاد أبو ثابت النائب الإداري لمدير التربية والتعليم، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الحضور، الأخوة والأخوات، كل باسمه ولقبه،
أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. يشرفني باسم مديرية التربية والتعليم أن أقف اليوم مهنئا ومباركا ومشاركا لأهالي سردة وأبو قش ولمدرسة بنات أبو قش وهيئتها كاملة مديرة ومعلمات ولجميع الحضور وللمجلس البلدي الموقر، ونقول لكم بوركت جهودكم، بوركت ثمار غرسكم. إن المتابعة للمسيرة التعليمية في هذه البلدة يرى التقدم الواضح ويرى التميز سنة بعد سنة وعاما بعد عام. إن هذا التقدم وهذا التميز لم يأتي اعتباطا، وإنما أتى بفضل الجهود المكثفة التي بذلت من الهيئة التدريسية ومن الأهالي ومن الطلاب ومن مديرية التربية والتعليم في المحافظة. إن هذا العام بالنسبة لنا في مديرية التربية والتعليم هو عام التميز لما حصلنا عليه على مستوى المحافظة من مراكز ومعدلات متقدمة على مستوى المحافظة وعلى مستوى الوطن، وها هن اثنتان من بنات مدرسة أبو قش الثانوية تحصلان على المراكز المتقدمة على مستوى الوطن. كل الشكر والتقدير لكم، كل الشكر والتقدير لأخواتي المعلمات وللمديرة وللهيئة التدريسية اللواتي صبرنا فترة طويلة، وأنا عاصرت هذه المدرسة سنة بسنة ولاحظت حقيقة مدى صبر المعلمات اللواتي قضينا فترة طويلة في هذه المدرسة، ولمست أيضا النقلة النوعية التي حصلت في هذه المدرسة. فلا نجامل أحد، إنما من يستحق الشكر يجب أن نشكره، وأقول لكم شكرا مدرسة أسرة مدرسة بنات أبو قش الثانوية. أعتقد هي المرة الأولى وإن شاء الله ستستمر. لقد حضرت عدة احتفالات تخريج لطلاب هذه المنطقة قبل أن تتوحد البلدية في سردة وأبو قش، وعاصرت فترة طويلة من العناء في بناء وتطوير هذه المدارس، والحمد لله وصلنا إلى درجة متميزة من العطاء والبناء، وهذا يعود الفضل للمجلس البلدي رئيسا وأعضاء في أبو سردة وأبو قش. فكل التحية والتقدير على تعاونكم السخي مع أبناء هذا الوطن. لي كلمة لأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات، وأقول إن عراك الحياة قد بدأ. اليوم تدخلون وتدخلنا معركة الحياة، الحياة الجامعية التي تختلف قلبا وقالبا عن الحياة الدراسية، فأصبحتم وأصبحتن تحملن أعباء لم تكونوا ولم تكونن تحملنها في السابق. أتمنى لكم التوفيق جميعا، أتمنى لكم مستقبلا زاهرا. في ختام كلمتي لا بد لي أن أتوجه بالشكر إلى أخواننا في جهاز الشرطة في محافظة رام الله والبيرة على جهودهم حقيقة المتميزة التي بذلوها هذا العام في توفير كل فرص الأمان لقاعات الثانوية العام
خاصه بالذكر الاخ وصديق العقيد عمر المبزور والاخ المقدم فوزي او فوزي ولا فواز؟ فواز طالب، طبعا هو كان في رام الله وخرج وعاد مره اخرى ليكمل مشواره، فاشكر شكرا له على هذه الجهود المميزه. ايضا لابد لي ان اشكر من يشاركنا دائما في جميع احتفالاتنا، اخينا الاخ مدير عام الحركه المسيره في جامعه القدس، وهو دائما رجل الميدان ومدافعا عن حقوق الحركه المسيره التي هي همنا الاول والاخير، فنسال الله لهم التحرير، ونسال لاخواننا من يقومون على ذلك السداد والتوفيق. شكرا لحضوركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فلسطين حبك يسري في دمي، فلسطين أنت أرضي وأمي وماما.